وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عبد الجليل الطريف أمين عام مجلس الشورى. مساء الخير سيد عبد الجليل، هل لك أن تطلعنا على أبرز ما بحثته اللجنة في اجتماع الجمعية العامة في العاصمة المصرية القاهرة؟ مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مساء عليكم وعلى الإخوة والأخوات مشاهدي ومتابعي تلفزيون البحرين. في الواقع أن اليوم هو أول يوم لاجتماع الأمناء العامين ضمن اجتماعات جمعية الأمناء العامين العرب، والتي تستمر لمدة يومين في جمهورية مصر العربية وتحديدا في جامعة الدول العربية. في هذا اليوم كان هناك الافتتاح، حفل الافتتاح تضمن الحقيقة بعد تلاوة القرآن الكريم كلمات لرئيس الجمعية الأستاذ علام الكندري، ثم كلمة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي الأستاذ فايز الشوابكة، وكذلك كلمة أخرى لسعادة المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب بجمهورية مصر العربية. وتم خلال هذه الاجتماع الحقيقة يعني تجديد الثقة في رئيس الجمعية الأستاذ علام الكندري، وانتخاب نائب للرئيس الأستاذ نجيب الخدي أمين عام مجلس النواب المغربي، بالإضافة إلى استعراض عدد من التقارير التي أعدت فيما يتعلق بالتقارير التي تلقي الضوء على عمل الجمعية خلال العام المنصرم، وكذلك بالنسبة إلى الميزانية، ميزانية المجلس المقبلة والحساب الختامي السابق. وتم خلال هذه الاجتماع أو بعد حفل الافتتاح تم عقد جلسة تم خلالها الحقيقة يعني التباحث في الأمور التي تهم تطوير العمل الوظيفي بالنسبة إلى موظفي الأمانات العامة وتعزيز دورهم، باعتبار أن الأمانات العامة هي يعني العامل المساعد بالنسبة إلى أصحاب السعادة أعضاء المجالس، وبالتالي فلا بد أن يكون هؤلاء الموظفون على درجة عالية من الكفاءة، ويحتاجون دائما إلى الخبرة وزيادة المهارات. وبالتالي فالجمعية من خلال اجتماعاتها السنوية تعمد إلى بحث مجمل هذه الأمور، وتدفع باتجاه تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانات العامة. نعم سيد عبد الجليل، كيف يمكن أن تستفيد البحرين من المشاركة في مثل هذه الاجتماعات البرلمانية، خاصة في ظل ما تطرحه من ملفات جوهرية ومحورية هامة؟ نعم، في الواقع طبعا أن جمعية الأمناء العامين في الدول العربية لها مواقف يعني مشهود لها في دعم القضايا العربية، وخاصة بالنسبة إلى دعم مملكة البحرين، فللجمعية موقف مساند لمملكة البحرين في تصديها لكل الأعمال التي ترمي إلى يعني أي شيء قد يعني يسيء إلى أو المملكة، وبالتالي فهي تتصدى لكل هذه المحاولات التي تستهدف مملكة البحرين. والإخوان في الواقع الأعزاء الأمناء العامون في البرلمانات العربية، ومن خلال اجتماعاتنا ولقاءاتنا معهم دائما يعني حريصون على أن يسألوننا عن البحرين، ونحن نطمئنهم إلى أن مملكة البحرين تعيش ولله الحمد في أمن وأمان. نعم.
بفضل حكمة قيادتها الحكيمة وبفضل التفاف الشعب حول القيادة. نعم سعادة السيد عبد الجليل الطريف أمين عام مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.